انفيكسيون نوزوكوميال. هذه الانفيكسيون نوزوكوميال حاجه اللي المريض يتعرض لها داخل المستشفى. مانيش باش نجبد على دي ديتاي اخرين، اي واحد يشوف شنو هي انفيكسيون نوزوكوميال راهي حاجه ماهياش سبيسيفيك للقسم هذاك. كل الاقسام في كل المستشفيات في تونس وفي العالم اجمع معرضه للانفيكسيون نوزوكوميال. طونك فما مانيبيلاسيون، طونك فما ان انفيرونمون فيه هواء فيه ماء فيه دي بالياس، راهو لو ريسك دون انفيكسيون في وسط السبيطار موجود. هذا الكل مش معناتها مقبول، غير مقبول. فما ان دو اللي اكثر منه سوني دالارم واحد قلت وقف يزي يفو فواغ شنو هو السبب تاع سيت انفيكسيون نوزوكوميال. شعملنا شنو ما تدابير كي احنا بدينا اونسوريونت فيغ لا بيست دو لانفيكسيون نوزوكوميال. اول حاجه القاعه هذيا وين يتم فيها تحضير الماكله تاع لي نوفوني هذوما تسكرت. تقول لي ما قاعدوا ما دير ماكله، لا عندنا لو سونتر دو غريف دو مواليسوز نتاع النخاع الشوكي عندهم زاده اون سال بلونش وين يتم فيها التحضير. خذينا ما خذيناش نفس الدويات اللي موجودين في سبيطار نتاع وسيله بورقيبه، لا خذينا من بلايص اخرين، مش نخرجوا من الاطار هذاك خاطر مازال التحقيق ومازلنا نفركسوا في سبب معناتها لانفيكسيون. خذينا لو لابوراتوار ناسيونال كونترول ميديكالمون سيرفوني النخاع الشوكي ومن توا قاعدين نحضروا فيهم منذ 7 مارس سامحوني كان غلط. ولينا خرجنا سيت اونيتي وحدها اون كارونتين مسكره ولينا نحضروا المستحضرات هذوما الكل في قسم واحد اخر النخاع الشوكي في السونتر تاع النخاع الشوكي. بالنسبه للبحث اللي قاعد يتم راهو باش يتم محاسبه كل اللي باش تثبت عليها، لكن بصفه استباقيه فما شبهة فساد وخاطر احنا نسمعوا فما مزودين وفما ونسمعوا كل شيء، لا لهذا المجال. اللي مش يثبت عليه معناتها البحث اللي باش يقول عليه قبل حتى مانيش باش نوصلوا للقضاء، خاطر احنا بيدنا يقول فما خبرات وفما تفقديه و و و من اللي او كل ما يثبت عليه اللي هو فما اهمال. اهمال، جو دي بيان اهمال، مانيش باش نحكي على دواء فاسد، مانيش باش نحكي على دواء منتهي الصلاحيه، قلتها لكم من الاول، المستحضر هذايا اي بريباري ابارتيغ دو ميديكامون اللي هما الكلهم عندهم لي زوتوريزاسيون دو ميز سور لو مارشي والكلهم سو سون دي برودوي ستيريل، دونك هي طريقة التحضير هو لا شامبر اللي تم فيها التحضير، اي لو سيرفيس وهذاك هو البحث قايم الذات tout autour de cet environnement où Narjamishakul, le plus probablement, il s'agit d'une infection nosocomiale et non de produits périmés. Chocolat.